هي ماكو استقالة، هو كما صرح بذاته السيد رئيس مجلس النواب أنه يريد أن يجدد الثقة، وهذا اختيار، وبالتأكيد الموضوع مناط بأعضاء مجلس النواب، وأعتقد عنده غاية من هذا التجديد حتى يعطي، باعتبار أنه الإطار التنسيقي في حينها لم يصوت على السيد الحلبوسي ولا الاتحاد الوطني الكردستاني ولا العزم، فالآن دخلوا أو يدخلوا بعد يوم غد يوم الأربعاء في تصويت، هو طرح، طبعا هو اقترح كرئيس مجلس نواب أن يتم إدراج قضية الاستقالة في جدول الأعمال. بالنتيجة هذا خيار هو يتحمل مسؤوليته، لكنه أنا لا أعتقد أنه هناك إقالة، هو طلب فقط أنه يكون هناك تجديد. أما قضية وراح يجدد له بالنسبة للإطار؟ أكيد أنا متأكد، وما أنه أنتم اليوم الأكثرية البرلمانية بعد انسحاب التيار، يعني ماكو خلاف الآن، قبل اليوم أمس تم توقيع ائتلاف، وهذا الائتلاف بمضامين، وهذه المضامين يحترمها الجميع ويجب أن يتفق عليها الجميع. لو كان أكو خيار باستبدال السيد الحلبوسي في هذه المرحلة كان ممكن أن يتم الاجتماع دون وجود السيد الحلبوسي.